من زحمة القاهرة، تعبت من ضغط العاصمة، حتى المدن الجديدة بقت مجرد مسكن بالنسبة ليك، غير حياتك. عيش وتعلم واشتغل في True Dreams Resort. شقق، فيلات، مدارس، مستشفيات، بنوك، بيزنس حقيقي، مستقبل بجد. True Dreams Resort، كل أحلامك حقيقية. مجموعة رائد نجم الدين، نجم الريادة. إعلان حلوة قوي يا منصور، أنا فرحانة رائد قوي. والله يا سوزان لو عمل إيه؟ عمري ما هرتاح ولا يهدالي بال إلا لما أشوفه متجوز وأفرح بيه بقى. نفسي أشيل حفيدي. بصراحة أنا مش عارفة أعمل معاه إيه. جبت له أحلى بنات في مصر وبرضه متربس دماغه. بقول جايز يكون حاطط عينه على عالية. يا ستي يحط عينه على عالية على غير عالية، المهم يتجوز. أنا مش عارف في إيه بس. صباح الخير. أهلا يا رائد. صباح النور. كنا لسه جايبين في سيرتك، كنا بنتفرج على الإعلان الجديد. الإعلان حلو قوي يا رائد. طيب الحمد لله. يا بابا شكله ما عجبكش؟ لا حلو قوي، مامتك قالت اهو. في لقطة عجبتني قوي يا أخي، استوقفتني بصراحة. ايه؟ اللي هي العيلة، واخد بالك؟ العيلة خدين ابنهم يوصلوا المدرسة، وإيه بقى؟ الجد والجدة واقفين في الشباك وبيشاوروا لهم بجد وبابا. ايوه ايه يعني؟ مش فاهم. مش فاهم ازاي يعني؟ مش انت بتقول في اعلانك احلامك حقيقه؟ ده بقى مش متحقق. نفسي احقق حلم حياتي وابقى جد واشيل حفيدي، انت حرمني منه. كشر يا اخويا كشر. طبعا ما هو الكلام مش على مزاجك. مشكلتك ايه؟ لسه بتكون نفسك مثلا؟ يا اخي حس بيا، بقول لك نفسي ابقى جد اشيل حفيد. مش كفايه اختك اللي محرومه من الخلفه؟ بصراحه منصور عنده حق. انت مستني ايه؟ انا نفسي افرح بيك يا حبيبي واشيل ولادك، وانت بتعمل كل المجهود ده عشان مين؟ ممكن اتكلم انا بقى شويه؟ اولا انا بعمل كل ده علشان نفسي، ده الكارير اللي انا اخترته وبحبه وعايز انجح فيه. ثانيا بقى موضوع غاده ده انا مش ساكت عليه، انا بعمل اتصالات مع اكبر دكاتره على مستوى العالم. اما بقى قصه ان انا اتجوز واخلف، انا مقدر احساسكم ومشاعركم كويس قوي، بس يعني مش عشان يعني اجيب لكم حفيد البس انا في حيطه ولا ايه؟ ولا ايه؟